الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نشرح كيفية غسيل الكلى. غسيل الكلى هو إجراء لتنظيف وتنقلية الدم من الفضلات باستخدام أجهزة متخصصة إذا كانت الكليتين لا تعمل بشكل صحيح. ومهمة الكلية الصحية هي تصفية الفضلات الزائدة والبوتاسيوم والصوديوم من الدم، والعادة هذه الفضلات تخرج من الجسم عن طريق البول. والمصاب بمرض الكلى والفشل الكلوي يفقد تدريجيا هذه الوظيفة الهامة للجسم، ما يؤدي إلى تراكم الفضلات الضارة والسوائل الزائدة في الجسم، مما يعمل على زيادة ضغط الدم وتكون العرضة للإصابة بأمراض العظام وأمراض الدم. ولبدء غسيل الكلى يقوم الممرض المختص بإدراج اثنتين من الإبر موصولتين بأنبوب من أنبوب إلى الأوردة. عند تجهيزها يبدأ تدفق الدم ببطء إلى جهاز غسيل الكلى، ويمر الدم عبر الأنابيب إلى داخل الجهاز الذي يحتوي على الأنظمة الألياف المختصة لتصفية وتنقية الدم، وتقوم الألياف إزالة الفضلات والسوائل الزائدة والشوائب من الدم. ثم يخرج الدم من الجهاز ويمر خلال الأنبوب مرة أخرى إلى الوريد من خلال الإبرة الثانية. وبعد اكتمال جلسة غسيل الكلى تتم إزالة الإبرة والأنابيب، ويكون بإمكان المريض المغادرة.